أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، لا سيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية. واستعرض مدبولي موقف التعويضات التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيدا لتسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي. كما كلف مدبولي بالالتزام بمواعيد تسليم الأبراج التي بدأ حجزها منذ فترة في موعد أقصاه قبل حلول الصيف المقبل.